حضرتك قلت ان في حاجات ممكن يعني يكون زي تنبؤات بتحصل بالظبط بتحصل هي بتؤدي للطلاق إيه زي ايه ابرزها مثلا هو طبعا منبئات الطلاق دي منبئ ده احد المصطلحات العلميه اللي بتستخدم في الكلام عن الدراسات اللي ممكن يتحط لها استراتيجيه م. اللي هي بتقول ان لو حاجه زي كده موجوده فاحتمال الطلاق هيزيد معاها فاحنا عندنا خرجنا ب 12 منبئ من منبئات الطلاق في دار الافتاء المسليه احنا بنعتبر ماشر. ان الوحده نفسها كمان وحده بحثيه م. لان احنا جاهزين ان احنا نتعامل مع الدراسات بشكل كبير م. فمن ضمن الكلام دوت مثلا ان احنا الواحد لا يعطي شريك حياته التقدير الكافي التقدير التقدير الكافي, الكافي. انا طبعا عندي شويه حاجات كده بحاول اقولها دايما للناس من اهم من اهم الاشياء اللي انا بدرب عليها في في تاهيل المقبلين على الزواج حاولوا تتخلوا على ان مفهوم الحب ان معيار الحب هو التضحيه يعني ايه كل الناس بتدخل عشان سقف التوقعات عالية وان كل واحد فينا بيفنى في الاخر وكل واحد فينا لازم يضحي من اجل الثاني حب يعني هو <applause> ده وحدها الحب الرومانسي ده مفتاح العربيه ده اللي بيدور الكونتاكت اللي <applause> بيدور طبعا ده بيدور, <applause> بيدور الكونتاكت ولازم نحتاجه نحتاجه ان هو يدور لكن ان ايه معيار الحب هو حسن العشره طب ايه مفردات حسن العشره ثلاث حاجات الاهتمام الاحترام التقدير. ما ينفعش ان حد يقول ان هو بيحب حد وما بيقدملوش الاهتمام، ما بيقدملوش الاحترام، ما بيقدروش التقدير. بس اسمه حاجه ثانيه بقى ما اسمهوش حب. ما حب، صحيح. لكن اسمه اي حاجه ثانيه اسمه الفه، اسمه وجود مع بعض، لكن لو هو اثر في الاهتمام، اهتمام يعني تدي له وقت من وقتك وقت خاص بيه. معنى الاهتمام ان تعطي للشخص وقت خاص بيه. معنى الاحترام ان انت ابدا ابدا لا تسفه منه. معنى التقدير ما من زوجته قدام اهلها ولا قدام اهله طبعا طبعا بلا طبعاً. شك ومعنى التقدير ومعنى الاحترام ان انت ما من منه معنى التقدير ان مم. اي حاجه بيعملها لابد ان انت تعطيها حجم اكبر من حجمها حتى عشان يحصل بينكم نوع من انواع الفضل أوه. انت تقديرك ده بيخليك صاحب فضل مم. عليه وهو كمان بيشوف فضلك فيحس بالحب بينك طيب فمن المنبئات كمان اللي احنا شفناها بشكل كبير جدا جدا هو مش مساله اللي عدم توفير احتياجات كل طرف كل طرف فمثلا على سبيل المثال مم. الناس كلها عارفه ان النساء من الزهره والرجال من المريخ مم. كتاب القديم كتاب بتاع أوه. جون جرايد بتاع 92 دوت هو اللو... كتاب في ذاته في ذاته خفيف لكن اللي بيقول ليه مضمون انا عارفه ولكن انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا للاسف وقتنا بينفذ والكلام ثري جدا في الموضوع ده تحديدا